مرحبا بكم حيثما وحيثما تقبلتنا سلامة شدي بقدم قل الله ساعة الله دولي لها الأخبار قبط عدو خارج قل قدم قل لكم توقع السلف العباية رسل الأخبار تأهيل كاتما تحفز أورس عادات مشروع حرستان كوتمو أدخل في شغل كالقام ورافات الدبلوماسية الدبيل للطلال هلام مالي هجوم الجيش حفظ السلام قبام في أوروبا أبسود في اللابرد وكرسيس أسرى أربع نفر موتون في جرمان في كمبيوترات حكومة هجوم سايبر قبام بمعاونة مفوضية عادات وريادة إريتريا ومنظمة تعليم علوم وعادات منظمة مجلس كرام بهلت يونيسكو لتنظمة تأسمر لتايب لأسمنا تحفز عادات لركز تاهيل يوم 28 فبراير تمام اللي قل سامع لأطلالة تاهيل أطلالة نيلة دعمت قبل أحد لشبه برنامج تقبي السرق الحفز ووجد شروطات وأقبوي تسجيل ورس عادات أقبوي هالليوت اثنين متآمر وبعد رسلت لركز علام أقلت أهل مرحمة منظمة تعليم علوم وعادات منظمة مجلس كران بهلة يونيسكو لأتلاكامي إمراي ورس عادات ميستر لابمور موزي بوكو أتاسمع كلمة إريتريا تحفز ورس عادات لنسأتا وقل حفزت لودي التجهد مهمكم سلتو دي بشرح مشتركة تمدد أهل لرؤو متحسر حمدام مفوض عادات وريادة سفير زمد تغلب ترتو مشتركة على أقلوم تجارب أبقى بي علوم قل لترشد أساسي لا تعلم راكبة ما كمسل هلو ديب شرحت عدنان هلا حفز لتحزي ورس عادات تسجل الدنيا ورس عادات قل لتكتب وراتاتهم قل الأنبطات فاعدام لا تأهيل مهم كمسل تشرح قل بقوت سريت هانتو طلتو لهلا ورس عادات عند تحفزا فقريت لبوراتات علم قل السرق لبوم تا مدالي تأكدوم التل من يوم عصر ساسك عصر وصمان فبراير لأتلالة تأهيل من شؤون عادات جب الشعبية قل ديمقراطية وعدالة وطني متحف وزارة خارجية محبرة والدان سات إريتريا مركز بحوث وتوثيق وزارة التعليم مفوضية عادات ريادة لتفاغروكم سلومات حفظ ورس عادات لخدمه سلاسة وكلا حصورة شاركو مشروع حرس فانكوتسمو أبكات وتجارب شغل خمسة الخلقة أقلوم سكان ديبا مشروع إمومام لهلو سبمهنة جرحوم لا مشروع بلا فتح يقولون بخطق الحرس الرأي عند آمرو أم علاي منابرتهم قل سايروكم سالقدرو عند حبرو سكان فيسكو ألبو وفانكو دي بابا كاتب عامت تغير سنيكم سالمزاو الدحوم لا مشروع دي بكلية لا كسبو أمر بفعل قل شكوبو ومقدرتهم قل وكلوكم سالسديو عند حبرو لا سبل مهنة تجارب شغل لكسبو من أرضية راكبانكم سالهلو أفهمون نائب مقرح شغل مشروع حرس فانكو تسوما السيد محمود محمد ياني لا مشروع عمار حمله وفواكه وتواب نواي كدن سبت اللام دي بار أسلا أب مجال حرس للدحر وشبابات قل كسيبة تجارب كسوت لها اللابخت سكان دار الدواي حفيسكو ألبو وفانكو أمت منابرته قل إذا وتجارب قل لكسبو لسد مشروعكم سلت شرحهم أتى مشروع مات وعصر هكتار حملة 8 هكتار علف نواي عصر وكل هكتار فواكه أردت هكتار يعني تمر لتعمر لكم سلهلا لحبرها السيد محمود حد أربع علف عطال واباقع وقياس حدود ناي رشدوت وراتات ما لتسرق لكم سلهلا شرحان أتى جرمان جمهورية قبلة أفريقيا سعودية وأمريكا لنبر مواطنين وحدته من ذا قبو ومثل عدهم لبوم تعلاقة لرشد أتكم سلوما فهمهم دي بقديات وطن للعابة برامجات سرقلون بأساس لا من أكانات لا بس حتى النحبرة فرع محبر وطن والدانسات إريتريا دي بجرمان برامجات محربة حرب مسكونة مقلة للسرقل أبالا وديع وراتات حد عصر وسبع ألف يورو تهيبام أمبال اللي سكان إريترين مانهايم جرمان بمناسبة عصر وسمان سنة ذكرت عملية فنكل أجيال سوالف وعادات وطن لورسو بون أي ذكرت برنامج سرقلون مسؤول غدية جالية وشعبة سيد كحسيت ولدت أسمع كلمات دي بقد لحرية لقبة عجائبة ولوجب حشمة وذكرت هيبة أت هيرار قد لعمار وطن مروت لوسكم سلت شرحام أبجات بعد سالسة مؤتمر جالية إريترين سكان جوبا جمهورية قبل السودان دي بيوم 25 فبراير تسرقلام
سفير اريتريا ديب قبل السودان السيد يوهانس تخلمي كالتا مناسبة نحضرة جالت اريترين ديب لجوء لها المواطنين دكم كمتا ديب ناي وطن اقتصاد واجتماعية مجالات ابو حدت وانا حبر مفهوم لقيس متنظام كم سلطن دحبرام اقلا دقبوت مشاركة كل ما انفارق التعبات فاقدام التم تمر تغارير وراتاتنا الى منظمات ديب لحلفة كل السنة لتقدم ديب الله سلاسة انفار لبا جهت ما مغر حي تحريتن اللي ابا لشبه جالية ترترين سكان رياض سعودية دي بحلفة ورح ديسمبر تلو دي تسامني مؤتمر لتقدم وراتات وفيناتات من انزت بقست وحدة للا دقب مشاركة مواطنين دي برامج وطن قلت يزيد ابتاكد مسلومة دي بقضية اجتماعية لتقب السداية قلت الترد ابكا تعليم قلت فيع برنامج ورس عادات قلت دقب تقدم كمسل اللي تشرحهم أبجد بعدات جالية إرتريين سكان نيو أورليونس أمريكا من يوم 16 فبراير أسكا 16 مارس لتأنح مثل إرتريا وعاداتها دي بزح لهلا وحدات وأقل بنا وطن لسرق لهلا كادم لكمكم أف قدمت الليت لكن دي بهلا قل درسا مثل إرتريا وشعبها قلت آمر قدوم لهلا عفا أقبو يمونات بون لببس بعد للر أديب قبي شرح برامجات دكم سل شمل من أكان لبس حتى نحبريتا فم ات مديرة سرونا زباين مؤسسات تدبير وسلفت دي منابرتهم دور قدم كم سرها لشرحهم لدي براتات تشاشت وحرس فرور عملات مواطنين لكم مبقس طورت مؤسساتهم لتسمح تقلهم سلفت دي بمنابرتهم تغيير أساس قلام سوكم سلسل دي محبرون مسؤول مؤسسات تدبير وسلفت فرع مديرة سرونا سيد كفلوم هايلة قل إرينا تابع حبره دي با مديريات قل زباين خدمت للهي بمكتب وبانك الدقاقيت كم سلبهم أسك الله زياد 700 متنفعات كم سلها اللون ده شرحا لركو با سلفت دي بلد درست مجال سبت اللي تنفعوا بات من عبرتهم لتأتنا يتعبوت كم سل سجلوا أبرهام أتانا حلفيا كل سنة دي با متنفعات منا توزعت 509 ألف نقطة لزياد كلمة ألف كم سل أقبل عند حبرة عداي كدي بوقت وقفدي بخت متنفعات بعدام سبت كر زباين لا لتسلوفو مان دي بوكدو قل ألف لو سوات فاقدام دي بحلف السنة دي بمديرية صورنا بعلى كرم كاشفت تأثير قابت التوم عند تأثير لقابت التوم عند حبرو كمسل قابت التوم عند حبرو لحرستوت أبجاتهم لما أسات كياس ربح عند أنكست قل تتعاون مسلم طلبوهم ما أسات تدبير وسلفت ودي بدوارات ريم لنبرو سب دمانت من المؤسسات مالية تقل اللي تسلفوا لي قدره مواطنين بغت سلفت ان تفتح تقلهم من عبرتهم قل اسنو ارضية تقل تاتفح لتأسست تام هاي سامة طابلتنا حولا ما تعديت اخبار خارج ديبا مالي ديبا كتار مكاين جيش حفظ السلام منظمة مجلس كران هجوم قبام ديبا يوم 18 فبراير ديبا قبل تاي كفال مالي ات كتار مكاين جيش حفظ السلام منظمة مجلس كران بالقبا هجوم من لوحدو اربع انفار جيش كمسل كتلو تشرحام بالا تشقر القام لقبا هجومات بعد ما اربع انفار جيش لجرح ديبا اللون جروحام ودمعام سبت بطهم مزحيلا مايتام قلو وسكم سل قدر هيات دي بمال فرول لها لا جيش حفظ السلام شار حمل لهم الهجوم حتى مع القرالة سس أنفر حكومة جيشنا حكومة لا تقتلوا تهجومات قبل سبتها لا مالي لقبل هجومات الزيت ما تسكم سلا لا بسببه حالة أمن لا منطقة دي بلا تأسف درجتكم سلا بس حتى ما تشرحهم أسك الله مسؤولية الهجوم لرفع الجهات من مالبو دي بباكات للتحركوا إرهابين شكا بتمكم سلا لا تأمرهم كحساب محيسات متابلتنا لقل ساعة لا أبدل يوم عنا أخبار دي بالله تمام لنا